أهلا بكم. شهدت أسعار صرف الدولار في العراق ارتفاعا طفيفا في أثناء تداول البورصة الرئيسية اليوم في بغداد وكردستان العراق. وكانت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد قد سجلت 148,600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، مؤشرة زيادة طفيفة في أسعار البيع والشراء. أما في كردستان العراق فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا أيضا، إذ بلغ سعر البيع 148,600 دينار لكل 100 دولار، والشراء بواقع 148,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. شهدت أسعار خام نفط البصرة الخفيف والثقيل ارتفاعا بالتزامن مع ارتفاع خامي برنت والأمريكي. فقد سجل نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا سجل 69 دولارا و 4 سنتات للبرميل، أي بازدياد بلغ 95 سنتا، في حين سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 46 دولارا و 6 سنتات للبرميل بازدياد بلغت نسبته 2% و48% في المئة. ويعد هذا الازدياد الذي حققه نفط البصرة أعلى ارتفاعا مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة أوبك. طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بضرورة استثمار حقول الغاز في العراق لرفض الاستهلاك المحلي وتقليص الاستيراد الخارجي. وذكرت اللجنة أن موضوع تطوير حقول الغاز مطروح منذ سنوات، لذلك يحتاج العراق إلى إبرام عقود مع شركات كبرى حتى تستطيع استخراج هذه الكميات الهائلة التي تذهب أكثرها هباء. وأكدت اللجنة وجوب تقليل استيراد الغاز من الخارج وتقلص العقود المبرمة إذا استخرجت كميات لا يستطيع أن تلبي الحاجة الممكنة للاستهلاك المحلي. سجلت أسعار النفط ازدياد ملحوظا لتصل إلى أكثر من 770 دولارا للبرميل لتواصل مكاسبها عن اليوم السابق. اضطغى التفاؤل على إعادة فتح اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا على المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا. وقد تم تداول مزيج برنت فوق مستوى 70 دولارا للبرميل، وذلك المرة الأولى منذ الخامس من شهر آذار الماضي. سجل برنت 70 دولارا و10 سنتات للبرميل بزيادة نسبتها 0.92% عن سعر الإغلاق السابق، في حين صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.91 وذلك إلى 66 دولارا و87 سنتا للبرميل الواحد. تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة في غضون الربع الأول من العام 2021 إلى 4.18% على الرغم من القيود المفروضة لاحتواء وباء كورونا. وتظهر أرقام المكتب الوطني للإحصاء البريطاني أن الانخفاض الأخير هو الأكبر على أساس فصلي منذ شهر أيلول إلى تشرين الثاني من العام 2015. يأتي ذلك مع انخفاض لإجمالي ساعات العمل مع عادة إدخال قيود لمواجهة الفيروس. وقد بلغ معدل التوظيف في بريطانيا 75% من إجمالي السكان، أقل بمقدار نقطة واحدة ونقطة مئوية واحدة و14 عما كان عليه قبل الوباء، ولكنه أعلى بمقدار 0.20 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام 2020. تراجعت العملة المشفرة للأشهر بالعالم بيتكوين بنحو 8% تراجعت إلى 44,000 دولار وفاصلة 8 وسط تراجع أغلب العملات المشفرة. وهوت بيتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ شباط الماضي، وهي تبقى بعيدة بنحو 20,000 دولار عن المستوى القياسي الذي سجلته في شهر نيسان الماضي. جاء ذلك بعد تغريدة ليون ماسك مؤسس ورئيس شركة سيلا لصنع السيارات الكهربائية، وذكر فيه أن الشركة أوقفت قبول العملة المشفرة وسيلة لدفع شراء سيارات سيلا بسبب التداعيات البيئية الناجمة عن تنقيب عن بيتكوين.
نهاية أخبار الاقتصاد في أمان الله.